صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وكالعادة أكون معاكم من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أنقل لكم كل الأمور والأجواء هنا الخاصة بالنادي الأهلي في الفترة الصباحية، وكمان أخبار الفريق الأول لكرة القدم وجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي. بس خليني يا نهاوند وكريم أبتدي معاكم بأخبار النادي الأهلي على المستوى الاجتماعي، وكمان الأنشطة اللي بتقدم لأعضائه في جميع فروع النادي الاهلي، سواء يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره او فرع مدينه نصر او الشيخ زايد. يمكن لجنه الطفل امبارح نظمت ندوه للتوعيه بمرض بي كي يو والذي يصيب الاطفال حادثي الولاده. يمكن لجنه الطفل امبارح نظمت الندوه دي داخل صاله راتب داخل النادي الاهلي الساعه 1 الظهر بالتعاون مع كليه اعلام بجامعه القاهره، وكان في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي كانوا متواجدين داخل الندوه بيستمعوا يعني لكل الدكاتره اللي جايين من كليه اعلام وللجنه الطفل طبعا برئاسه الاستاذه نداء داوود. وده طبعا يعني كله تم امبارح وتم تنظيمه مع تطبيق كافه الاجراءات الاحترازية بوجود يعني تباعد اجتماعي ما بين أعضاء النادي الأهلي اللي كانوا متواجدين داخل الندوة، وإن الكل يكون ملتزم بارتداء الكمامات. ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي على المستوى الاجتماعي. خليني أروح لأخباره على المستوى الرياضي، وهبتدي بالفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. ويمكن مستر بيتسو موسيماني قرر إن هو يعني يمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات إن النهاردة، طبعا ده في ظل وجود يعني ضغط المباريات. قرر إن هو يريح شوية لاعيبة النادي الأهلي اللي كانوا يعني عملوا مجهود كبير جدا يعني في كل المباريات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، فالنهارده هيكونوا في راحه سلبيه، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه امام نادي النصر في بطوله كاس مصر، واللي تقام يوم الاربعاء القادم الساعه 9:30 على استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبه لاخبار الفريق الاول لكره القدم. اروح معاكم لاخبار جميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وهبتدي كالعاده بالفريق الاول لكره السله تحت قياده الكابتن اشرف توفيق. ويعني بعد مباراه الاتحاد السكندري اخر مباراه في بطوله الدوري، يمكن رجال السله والجهاز الفني امبارح اتحركوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق طبعا عشان يعني اللعيبه تكون في اجواء المباراه وفي حاله من التركيز للمباراه القادمه امام اصحاب الجياد في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. يمكن النهارده فريق النادي الاهلي لكره السله هيواجه اصحاب الجياد الساعه 6 على صاله مركز سموحه. ده بالنسبه لرجال السله. بالنسبه لسيدات السله النهارده كمان هيتمرنوا الساعه 7 بس المره دي على صاله الشباب والرياضه في 6 اكتوبر بدلا من صاله الشهداء المره دي، لانه ان شاء الله يعني كل يوم هيتمرنوا لحد يوم الخميس، لان يوم الخميس هيواجهوا نادي هليوبلس في اول مباراه في الدور الاربعه. طبعا دور الاربعه اللي هيتلعب برده بنفس النظام دور الثمانيه ذا بيست اوف 3، فهيواجهوا ان شاء الله اول مباراه مع نادي هليوبلس يوم الخميس الساعه 11 على صاله الشباب والرياضه في 6 من اكتوبر في مدينه 6 من اكتوبر. كمان الطايره رجال يمكن بداوا تمريننا من شويه نهاوند وكريم الساعه 10 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وبعد التمرين مباشره الجهاز الفني والفريق هيتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول ايضا في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه نادي سبورتنج غدا ان شاء الله الساعه 4 على صاله نادي سبورتنج. وسيدات الطايره النهارده هيتمرنوا الساعه 8:30 بالليل بس يعني هيتمرنوا، ولكن يعني لسه المباريات متوقفه في بطوله الدوري من يوم الجمعه الماضيه. ان شاء الله يعني المباريات هتعود مره اخرى يوم الجمعه ده، طبعا نظرا يعني لوجود عدد من الحالات المصابه بفيروس كورونا في صفوف النادي الاهلي. والحمد لله يمكن يعني كل اللاعبات والجهاز الفني خضعوا لمسحه طبيه جديده عشان يتاكدوا من سلامتهم وعدم وجود يعني اي حاله مصابه بفيروس كورونا، ولكن الحمد لله يعني بعد ظهور نتيجه التحاليل ظهر ان مريم متولي ونرمين الا منشاوي هما بس اللاعبتان يعني المصابات بفيروس كورونا، ولكن يعني الكل الحمد لله بخير. وان شاء الله يعني اول مباراه نادي الاهلي هتكون يوم الجمعه تقريبا يعني بنسبه كبيره هتكون امام نادي الصيد في بطوله الدوري. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه هكون معاكم كمان يعني كمان في اخبار بالنسبه لسيدات اليد ورجال اليد. يمكن سيدات اليد النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي سبورتنج الساعه 2 على صاله الدكتور حسن مصطفى طبعا في الجوله الثالثه من جوله من الدوري عفوا المجمعه الاولى في بطوله الدوري. يمكن سيدات اليد امبارح فازوا على نادي الشمس
بنتيجه 30-27، والنهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي سبورتنج، ورجال اليد النهارده هيتمرنوا من الساعه 3 للساعه 7 استعدادا لمواجهه نادي الزهور يوم الخميس القادم في بطوله الدوري. يعني دي انا هواندو يا كريم كانت كل الامور هنا الخاصه بالنادي الاهلي سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي. والان العوده مره اخرى للاستوديو. رائع جدا، واحنا بنشكرك على التغطيه الاكثر من رائعه يا سلا، وكل سنه وانت طيبه بمناسبه رمضان ان شاء الله. شكرا.